ما بيموت هيدي حكاية قلوب عطشان دا نرجعوا دا يرجعوا البيوت لازم تضل العين صغراني خلي ايدك بايدي ويا خير ويا وحيدي والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا وريدي خلي ايدك بايدي يا خير ويا وحيدي والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا وريدي أكيد في حدا خبره قبل ما نوصل. مين بده يخبره؟ ما حدا بيعرف الموضوع. العميل اللي عطاك العنوان ما بيعملها، بيعرف إني بقدر بزي. وبيشتغل لوحده ولا معه حدا؟ لا أكيد في معه عملاء بس ما بيعطيهم تفاصيل. أكيد في حدا بلغه، ممكن يكون عميل مزدوج. رح وصلك على البيت وروح شوفه. لازم إيفال يعرف إنه محاصر من كل الجهات حتى ما يقدر يهرب على دولة تانية. حذرتك كثير من اللعب معي، دفعت لك المبلغ اللي طلبته. ليش؟ العنوان طلع غلط؟
إيفال هرب قبل ما نوصل على هنا. معقول لولا تكون بعدني؟ مين لولا؟ البنت يلي كلفتها بمراقبته. بس مستحيل، أنا بعرفها للبنت منيح، ما ممكن تخوني. تعرف عنوانها؟ أكيد بعرف عنوانها. وإذا رحنا وما لقيناها؟ جرب برالف، بالعادة كتير بتتردد عليه. أعطيني عنوانها. رح تطلع روحي على ما أشوفه، ماني قدراني استنى. رح طق. شو طالع بالإيد؟ كيف بدك تشوفي؟ أنا حكيت مع خالي وضليت نق عليه لحتى وعدني أمي لزيارة. شو هالحكي؟ ورح يخليكي تزوري؟ هو قال لي إنه المعتقلين اللي ما ثبت عليهم شيء ممكن يسمحوا لهم بالزيارات. أيوة. وكيف رح تروحي؟ لحالك؟ أنا وخالي. بس لما رح فوت لعنده رح فوت لحالي، لأنه ممنوع الزيارات لأكثر من شخص. بس تشوفي لا تفتحي له مناحة وتبكي وتوجعي له راسه. أنا بس بدي أشوفه وأمسك له إيده أطمن عليه. انت كيف تأكدتي؟ برد بهالجمال، ما معقول يخليها تفلت من ايده. يعني عارف انها عم تراقب، رح تقرب. لو تعرفي أنا قديش مبسوط فيكي. والله مو قدي، أنا عندي المشوار معك بسوى الدنيا كلها. الحمد لله اللي الله بعت لي عريس مثل فارس. هلا أنت عن جد بتحسي إنه أنا مثل فارس؟ إيه، أنتوا بتحكوا مثل بعض ودائما بتفكروا بالأيام اللي جاي. أنا متأكد إنه الأيام اللي جاي رح تحمل مع الفرح لألنا ولأولادنا. ما بدك تجيبي لنا أولاد؟ لا، ما بدي أجيب أولاد ويعرفوا إنه أبوهم خريج حبوس. منين جبتي إياها؟ كلي توقفت فيهم يومين. بعدين أنت لازم تجيبي أولاد، لأنه إذا انحبست مرة تانية بدك رجال بالبيت. بعيد الشر عنك، أنت رجال البيت ورح تضل رجال البيت.
معلومات أكيد عن وجود إيفان في برلين. الوقت ضيق، إذا تأخرنا بتصفيته ممكن يتصرفوا بيها المعلومات اللي عنده، هيك بيسبب لنا إحراج كبير. شو أخبار ميراج؟ ما وصل منا أي تقرير؟ ميراج ما بتحب تحكي إلا إذا كان عنده معلومات أكيدة. ممكن يكون في عنده معلومات بس مو واثقة تماما. شو رأيك؟ ما أجا الوقت لحتى يدخل إسحاق؟ أنا أخنوم خيافين ليوت سحريم لخاخي سعد. الوقت عم يداهمنا، لازم نخلص من القصة بسرعة عشان نركز جهودنا على استقطاب عناصر جديدة للمساعدة. اليوم أحسن بكتير بس لازم راحة، خليه يتمشى شوي مشان يتحركوا عضلاته. كتير منيح، هلأ بناخدك لعنا تمشاي أنت وسلمى مشان تتعرف على بيت بنت حماها كمان. خليك على نفس الدواء أسبوع تاني. وعليك العافية. الله يعافيك يا دكتور، مع السلامة. الله يرضى عليك يا عدنان يا ابني، تعبناك معنا وكلفناك. والله العظيم بزعل منك يا عمي اذا بتحكي هذا الحكي. ها معه حق عدنان، انتوا اهل والله لا يفرق بيناتكم. بعدين انت اعطيته جوهره، ما بدك يرد لك شوي من الجميل؟ الله يسلم التن يا بنتي، حتى تعرف ذوق ولادك يا ابو فارس. شو ست ليلى، انا اللي اخترتك ولا انت اللي اخترتيني؟ لا انت كنت عاجبني من الاول. معك 10 دقايق لو سمحتي. ليش جيتي لهون؟ جاي اشوفك واطمن عليك. طمني، انا بخير وماني خايف منه. هدول عم يحاولوا يعتقلوا الفكر والكلام، يعني ما بصير مفكر الا مثل ما بدهم، يعني فكر معلب. اشتقت لك. وانا كمان. نيفانيدا باروخ الملقبة بلولا، مواليد فيينا، عمرها 28 سنة. تركت الدراسة الجامعية وانضمت لعصابات التهريب وجمعت مبالغ كبيرة. حكم عليها بالسجن 3 سنين بتهمة بيع المخدرات، وطلعت من السجن بعد 2 سنين لحسن السلوك. وحكم عليها بالسجن 6 شهور لاعتدائها بالسكين على شاب في أحد الملاهي الليلية. غريمتنا مو سهلة. باين عليها بتحب الفلوس، وهذا الشيء رح يسهل مهمتنا. مهم نعرف كيف نلاقيها. ايه بزمتي ما بيصير هيك يا ابو فارس. ايه انا من هذيك المره قلت لك لازم تدير بالك على حالك شوي وترتاح. القصه مو قصه تعب يا ابو عدنان، طوال عمري بهالمهنه من لما كان الشغل لفوق راسي ما كنت اهتم. العمر له حق يا ابو فارس. فعلا فعلا العمر له حق. تعرف يا ابو عدنان بهالسنه ومن يوم اللي راحت الجولان حاس حالي كاني كبرت 10 سنين. ولكن هدي الحيل هدي الحيل يا ابو عدنان. والله معك حق يا ابو فارس، الشغلة ما لها سهلة ابدا. هدت حيلنا كلياتنا. بس ما لازم تستسلم لهالحالة وتمرض. اه يا ابو عدنان اه. زاد عليها غياب الغالي بعيد الشر عن قلبه. اكملها ابو فارس، كملها وقول اخذتوا ليلة مني كمان. الله يهنيها
ويهنيكم فيها. متغير كتير، صاير واحد تاني. كيتي لما شفتيه؟ ما بتصدقي، كنت بتخيلي انه ما رح اقدر احكي من كتر البكي، بس ما بعرف شو صار لي لما شفته، قويت ومسكت حالي. هو شو قال لك؟ قال لي ديري بالك على حالك وعلى دراستك ونحن بحاجة إلكم، وما بعرف كيف صرت عم بحكي مثله. قلت له اطمن، لا تستسلم لأنك على حق. أنت هيك قلتي له؟ شايفة؟ لأنه ما كنت عم فكر غير بخالد اللي حبيته، خالد اللي لازم أقوي له عزيمته. فرحتيني، منيحة لتكوني رفعتي له معنوياته. من يومه رايح ما عاد في شغل. ها يا بنتي، أنا ما فيني أترك الشغل، ما فيني أعيش بلا شغل. شلون بدي أعيش إذا تركت الشغل؟ عمي أنا رح دبر لك شغيل يكون قوي يساعدك، وأنت بتصير معلم وبس. تركنا من الشغل هلا. قلي شلونك أنت؟ وشلون هالأحوال؟ خلص ما بقى يحكي بهالموضوع بنوب، بيكفي اللي صار لنا من تحت راس هالشغلة. يعني قد ما حكيتي ما راح يشيل هالأفكار من راسه. لك هاي بلده، بلده يا أم عدنان. بالحقيقة نحن ما بدنا غير إنه هالبلد تنتعش والناس ما تنسى الجولان. الجولان بالقلب لك يا ابني، بالقلب. ما بتنتسى بنوب، بس الله يجازي يلي كان السبب. عمي كلنا السبب، نحن بنلوم غيرنا وغيرنا بلومنا، ومشان هيك نحن بدنا قيادة قوية تمسك الأمور بحزم وتحط النقط على الحروف. قال الجاجة أطعولة من آرة ما غيرت كارة. دانكشن. بسمورغن. بسمورغن. طمني، شو في أخبار جديدة؟ الأخبار إنه الدنيا مقلوبة عليكي. شو قصدك مين؟ مين يعني؟ جماعة الموساد، ويليام. والحل؟ لأيمت بدي ضل هربانة؟ ما هو المشكلة ما بتنحل إذا اختفيتي، لازم نلاقي طريقة تانية. شو هي؟ أنا أشغالي تعطلت وما بقدر ضل هيك. أنا فكرت إني أشتغل معك بس بظروف هي مستحيل. إيشاك، أنت لازم تساعدني. لولا أنت عندك حلين بس، يا أما بتسافري برات البلد أو بتجمعي الطرفين وهن يصطفلوا ببعض. تعجبني إيشاك، بس كيف بدنا نوصل لويليام؟ خليني أفكر بطريقة، وبكرة ملتقى مرة تانية بعد ما خلص شغل بالبار. ماشي؟ ماشي. كيفك روس؟ باين بتحبك كتير. لولا أنت عندك حلين بس، يا أما بتسافري برات البلد أو بتجمعي الطرفين وهن يصطفلوا ببعض. تعجبني إيشاك، بس كيف بدنا نوصل لويليام؟ خليني أفكر بطريقة، وبكرة ملتقى مرة تانية بعد ما خلص شغل بالبار. ماشي؟ شكراً إيشاك، أنا متأكد إنه حنلتقي مرة تانية. دير بالك على حالك.
هيك أنا هلأ طبت وما عاد في البلا بنوب. شو؟ من شاف أحبابه نسي أصحابه؟ أنت الكل بالكل يا ليلى، بس عمي عم يجاملني. لا والله يا بنتي ما عم يجاملك، بس أنت صرتي بالقلب، جوا القلب. يسلم قلبك. قال إرهاق عام، ضربني إبرة ووصف لي الدواء وقال لي بدك راحة. ولسه بتقول بدك تروح على الشغل؟ لا يا عمي، ما بترجع على الشغل لترتاح وتتعافى. فارس ما عاد بعت لك مكاتيب؟ لا والله، بس قلبي حاسسني. يبدو أنت ما عم تفهم علي. أنا بدي لولا، بدي أخلقها من تحت الأرض. أقسم لك يا سيد زفاي، أنا كل شي بعرفه عنها قلت لك إياه، ما بعرف وين راحت وين اختفت. طلبت مني زيادة عطيتك، وأنت بتعرف منيح أني بقدر أحميك وبقدر أخفيك. بدي لولا. أنا مستعد رجع لك كل شي دفعته. ظاهر انت ما بدك تفهم. دانكشن بسمورك. امشي معي. لوين؟ على مكان نقدر نحكي فيه برواق. ايه حاجتك بقى، حاجتك، قوم على الشغل، ما فيك شيء، قوم. الله يسامحك يا عمي، بدل ما تقول له خليك مرتاح بتقول له قوم على الشغل؟ تركيهم لك بنتي، هدول بيفهموا على بعض. ايه عشرة عمر من لما كنا صغار، ما بدك انا نفهم على بعض؟ سمعتي ست ليلى؟ بعدين أنا رح أقول لك شو وجهه، عم يتدلل علينا مشان يتجوز. أي والله جبتها يا أبو خليل، بس أنت شو عرفاك؟ هيك لكان. أي والله ما بتحلموا فيها، وما في تتجوز بعد المرحومة أمي لو شو ما صار. أحكي لك شي كلمة خالتي؟ لك شو بدي أحكي؟ الشباب يلي هنن شباب ما لهم قدرانين يتجوزوا بهالأيام لحتى يتجوزوا المهرهرين. لا تخاف، المكان آمن هون. أنت هون كنتي متخبية كل المدة الماضية؟ وليام كيف قدر يهرب من هون؟ أكيد في حدا نبهه وقدر يفلت منه. ما في غير عاموس الكلب، عم يلعب على الطرفين وقبض من الجهتين. لولا أنا مثل ما قلت لك مبارح، أنت لازم تجتمعي مع وليام وتحكي له عن كل شي صار. أنت كنتي عم تنفذي مهمة وما لك علاقة. مشكلته مو معك، مشكلته مع عموس، هو اللي خانه. والموساد اللي عم يدور عليه مشكلتهم مع ويليام، هنن بدهم اياه بس يوصلوا له انت بيكون دورك انتهى وبتخلصي من الكابوس. واذا بدك
بنرجع بنشتغل مع بعض مثل ما كنا متفقين. وين بدنا نلاقي ويليام؟ هو اجى لعندي وسألني عنك، وأنا بصراحة وعدته أني أجمعه فيكي، ومشان تكوني مطمنة أنا رح أكون معك. طيب وين بدنا نلتقي معه؟ أنت حددي المكان. أنا بفضل هون. شو في بينك وبينه؟ يعني شو بده يكون بيني وبينه؟ كبري عقلك. ما بعرف ليش أول ما شفته ما حبيته. القصة قربت تخلص. شفت ويليام؟ هو اللي شافني. يبدو أنه عم يراقبوه. هو عم يراقبك وهنن عم يراقبوه. رح أحكي لك كل شيء. بالفرشة حسيت بوجع بظهري. أنا بسمع من النسوان عند أمي إنه العروس بتصير تتوجع على لأنه جسمها بيتغير بعد الزواج. عمي جاب معه ليمون شي؟ لا، عميك ما أجا لسه. ليش؟ ما بعرف، صار لي مدة عم شم ريحة ليمون. ليمون؟ والله ما لي شام شي. والله ما بعرف، صار لي كم يوم هيك. العرب اليوم منكسرين، لكن مثل الذئب الجريح، والذئب الجريح بيهاجم بقوة بدون تردد من حرارة الجرح. لذلك رح نستنى ليبرد الجرح شوي، بعدين منقوم بضربة تانية. شكرا سيدنا لأنك عم تنبهنا دائما لخطورة الوضع بإسرائيل. باركك الرب يا إيشاك، وأنت كمان لازم تساعدنا. أنا؟ كيف؟ شو بقدر أعمل؟ كل يهودي بيقدر يعمل شيء. أنت بتقدر تدعي أصدقائك اليهود وغير اليهود للتبرؤ. حرض أصدقائك ضد العرب. العرب مطوئيننا من كل مكان وبدهم يرمونا بالبحر. خبرهم أن المخربين عم يقتلوا أطفالنا الأبرياء، وأن التبرؤ بأي مبلغ بيمنع قتل طفل يهودي. قلقت عليك؟ أنا بعرف إنك بتتردد على الكنيسة كتير، لذلك جيت اليوم مخصوص مشان أشوفك. وكيف عرفت إني بتردد على الكنيسة؟ مو مهم، أنا لازم أشوف لولا. لولا البنت اللي الموساد عم يدوروا عليها؟ هي ما غيرها. إجوا على البار وسألوني عليها ودفعوا لي مبلغ كبير مشان إذا شفت أخبروني. أنا راح أدفع لك أكثر منهم بكثير، بس جيب لي إياها. شوف إيشاك، أنا عم سابق الزمن، ما بدي إياهم يوصلوا لها قبلي. وكيف بدي خبرك إذا شفتها؟ ما أنت ما بتثق بحدا.
أنا بثق فيك، بس تجيب لي معلومات عنها. وقف على باب البار ودخن سيجارة. أنا بعرف إنك ما بتدخن، بس هاي هي الإشارة اللي بيناتنا. لا تقسى على الخشب لك يا ابني، لا تقسى علي، خليك حنون على الخشب لك يا أبو حسن. بعرف يا معلم، بس هون في عقدة ولازم شد إيدي عليها شوي. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو عدنان يا ميت، أهلا وسهلا. الله يسلمك. وكيفك يا معلم أبو فارس؟ الحمد لله، كتر خيره الأستاذ عدنان يلي عرفني على المعلم أبو حسن. أنت معلمنا وكبيرنا يا أبو فارس، وهيك ما ضل عندك حجة؟ أنت بتفصل وبتقعد تحاسب، ولا معلم أبو حسن بيشتغل؟ ولك ما بقدر يا أبو عدنان، ما بقدر. إيدي هدول أخذوا على الخشب، لازم ألمسه، يحس فيه وحس فيه، شم ريحته. لك الخشب بحن يا أبو عدنان، بحن. والله إنك معلم يا أبو فارس، وهالحكي حقه ذهب. تعرف عمي يا أبو عدنان، أنا هاي أول مرة بحياتي بسمع هيك حكي عن الخشب. لك أنا عمي، لك لحتى تعرف مع مين عم تشتغل. تعرف يا أبو عدنان، إذا بغمض عيوني هيك وبلمس أي خشب بعرف نوعه، جلدي صار يعرفه. أنا معك، عشرة العمر ما بتنتسق، بس على الخفيف الله يرضى عليك. وأنت يا أبو حسن بتخبرني إذا اشتغل؟ بدك تراقب لي يا منيح. على عيني يا أبو عدنان. لولا بانتظارك اليوم بالليل. والعنوان أنا رح وصلك لعندها. هي طلبت مني يكون موجود، لسه خايفة منك. أنت متأكد منها؟ أنا قلت لها ما رح يتركوك إذا وصلوا لك، وهي بتعرف هذا الشيء منيح. بس تخلص شغل بالليل تأيني بهذا الشارع. ماشي. أهلين وسهلين يا ميت، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير شوي؟ رسالة؟ لا. لكان شو؟ هاي رسالة من فارس، بعت لك إياها. إلى أعز الناس. بعد تقبيل أياديك الطاهرة، إن كفيك الخشنتين تمهدان الطريق أمامي وتفرشانهما بالآمال رغم قسوة الحياة، كان لزاما علي أن أكون الآن إلى جانبك بعد فراق الأحبة.
أهون عليك. بتعرفي خلينا نروح لعند ليلى منكمل قراية الرسالة هنيك. أبو حسن دير بالك على الورشة. الله معكم. أختي الحبيبة، هل ما زلت كما كنت دائما طفلة كبيرة؟ أعرف أن المصيبة قد غيرتك وأنضجتك، فكوني عونا للوالد الكريم ريثما أعود. وإن كنت قد تزوجت فلك ولشريك حياتك مني كل السلام. كان دائما يحس فيه، وهلا مع أنه بعيد حس أني تجوزت. يا حبيبي يا فارس. عم يترجاني ادعي له ولك روح. قلبي بروحي وعيوني بيدعو لك. الله يرضى عليك ويسر لك دربك يا رب. بس كأنه عم بقول انه بده يطول بالسفر. بس بده يرجع. قلبي حاسسني بده يرجع ولازم يرجع. لازم، لانه في إله عنا امانه. لازم يرجع وياخدها. لازم. نحن سحبنا عميلنا من الفندق. ايه، من بعد ما شافهم عم بينظفوا غرفة إيفال. يبدو في حدا تاني استأجر الغرفة. نحن أخطأنا وتسرعنا بدخول الأوتيل. كان لازم نتأكد إنه موجود بالغرفة. بس نحن المعلومات عنا كانت أكيدة وخفنا إنه يهرب. بالحالتين هرب. كان لازم نتأكد من وجوده بالغرفة. على كل أملنا نلاقي لولا. أنت ما قدرتي تصلي لنتيجة مع إيشاك. نحن لازم نخليه يحكي. بدي يكسب ثقته منيح. أكيد بيفيدنا إذا بيعرف شيء. ايه طيب كيف عرف؟ ما عرف بس حاسس فينا. فارس ما تركنا يا عدنان. طيب وين الرسالة؟ خليني اقراها. ليش ابي خلى حدا يمسكها؟ بعد ما قريتها سلمى مسكها وحطها بجيبة جاكيتها الجوانية وإلا خليكي هون قريبة من القلب. يا الله، يلا حاسس حالي بعرفه من زمان. شو مشتهي اتعرف عليه.